عاد إلى أرض الوطن رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق محمد فريد عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة عقب انتهاء زيارته الرسمية لدولة السودان الشقيق، وذلك بعد مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من قادة القوات المسلحة في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم. وتناولت اجتماعات اللجنة بحث عدد من الملفات التي تدعم مجالات الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين، كما أسفرت عن الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، خاصة في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية. واشتملت الزيارة على لقاء السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني برئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، حيث نقل لسيادته تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مثمنا العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين. كما التقى بوزير الدفاع السوداني ونقل لسيادته تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث أكد على عمق العلاقات المصرية السودانية باعتبارها علاقات ذات طبيعة استراتيجية. ثم التقى برئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات للموضوعات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة: هذا المعدل من اللقاءات والنتائج على صعيد التعاون العسكري المشترك يعد إنجازا غير مسبوق وخير دليل على الأولوية التي تعطيها القيادة السياسية في البلدين والتي تربط بين بلدينا ويزداد أواصرها في أوقات الأزمات وتصاعد التحديات، إيمانا وقناعة منا جميعا بوحدة الهدف وتكامل الأمن القومي المصري والسوداني. كما أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات اللجنة يعد اهتماما لإطار التفاهم والتنسيق العسكري لتعزيز العلاقات العسكرية المصرية السودانية. حضر الاجتماعات عدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية.